لو الحكاية فيها إن فيتو الطريقة مش هي دي مش الفردية في اتخاذ القرار، يعني مش دراسة في مشكلة عندنا، لا ده احنا حوالي 11 واحد وسايبنا ولا هو هنا وبيدينا اوامر يعمل، يعني لا عارف يا فندم انا اوضح لك نقطه. هذا القرار طارد للاستثمار وليس جذب للاستثمار. هذا القرار احنا كمرآة للمستثمر المصري حتى اللي عايش بره او الاجنبي بصفه عامه، احنا المستثمرين الداخليين اما يلاقينا احنا كده والله انا عاوز اشوف الموضوع ان انت لما بتيجي تتناقش مع حد من صناع القرار الوطنيه بتظهر انا بدافع عن الشعب، انا الانفلونزا انا عندي كم حاله فرنسا ما فيهاش كم حاله انفلونزا ماتت السنه دي، ده انت على حوادث الطرق مئات الناس بتموت، بس هو العنتريه فرنسا مات فيها انا بحافظ انا الشعب من مصر فرنسا يعني اللي هي خاليه من الاوبئه. دكتور ابو عزيز يعني بشكل او باخر القرار ده ما يصبش في مصلحه الناتج المحلي، بس ليه يعني ليه ما يصبش في الناتج المحلي؟ يعني خلينا انا مطرح مسؤول بقول لك هي فكره ان ده يفيد الناتج المحلي. احنا اولا احنا بنعضد اي قرارات لصالح الوطن ده أساس أيا كان هذا القرار، لكن متى يكون هذا الأمر؟ حينما يكون لدي صناعة محلية متواجدة ثابتة الأركان عند الكميات اللي بتنتج تكفي الاستهلاك المحلي وبناء عليه. لا أنا ضد أي استيراد من خارج والكلام ده قلناه، لكن في ظل إن أنا ما يكونش عندي إنتاج وأنا عندي فجوة غذائية ضخمة جدا ومش قادر أستطيع إن أنا اكملها من داخل مصنع، عندي 100,000 بند مش بند واحد، انت عندك مشاكل في الاعلاف، انت بتستورد من 80 ل 85% من مستلزمات انتاج من الخارج، بتستورد بالنسبه للتحصينات الامصال مصل ولا خارج بتستورد من الخارج تقريبا حوالي برضك 80 85%، بالاضافه الى الكلام ده كله ما عنديش منتج محلي يفي بالغرض، فده عندك خلل كثير في الجزئيه دي. فبناء عليه انا لما اتخذ قرار في تلك المرحله بالاخص ده في زي ما قلنا في الاول 100 عام ليه على اي اساس عشوائي. قول لي انت اتخذت قرار عشوائي ما بترجعش فيه اي بند، لا حتى اشتراطات ولا 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 اي دوله في العالم، دول العالم بتحط 5% مش 30 5% 5%. انا النهارده تعال قول لي انا عاوز اعمل لك زي كل دول العالم المتقدمه اللي هو افضل منا كتير جدا، احنا عايزين نخليه 15 وهقول لك ليه وجبنا له شكل. لا لما يقول لي كده اقول له ليه كمان مش كده بس، اقول له ليه 15، ايه العيب اللي عندي اللي يخليك تعمل الكلام ده كله؟ يقول لي والله اصل المزارع بتاعتك مظبوط، اظبط لك المزارع. اصل انت عندك مزارع مش فيها امن وامان، لا هظبط من امن وامان حيوي، وما كانش فيها امن وامان حيوي ما تعتمدهاش. فهو كل الحجج باطله. انت بتقول انا دخلت البيت هي دخلت الغرفه عند حضرتك قلت لك والله انا خلي بالك المكان ده مش مظبوط لان ممكن ادخل لي طياره وطياره وممكن الامر هو من الخارج يعمل 1 2 3 4، سد لي الكلام اروح سده. تمام. اعمل لي مش حاضر معايا، بعمل لك كل الاشتراطات التي يجب ان تطبق في المزارع. يبقى انت ما عندكش حجه خالص. لان اللجان اللي بتطلع قبل ما استورد من الخارج في لجنه بعملها علشان تعاين المزرعه محجرين ده بيكون محضر، لما تيجي الدكاتره بتشوف كل الاشتراطات عايز مغطس عاوز مش عارف ايه كذا مفيش قوار تطهير تعقيم الشبابيك مش عارف ايه في سور حوالين كل الكلام ده متواجد، فانت ما عندكش حجه من خلالها تصدر مثل هذا القرار. وبناء عليه نرجع تاني ونقول هذا القرار لم يصدر او لم يجربه التوفيق ولا الصواب، بلاش خلينا نتكلم بالادب شويه، القرار ده لم يجربه الصواب في ظل المرحله التي تمر بها البلاد وفي ظل فتح زراعين مصر على مصرعيه للاستثمار، ده انت بتمول الاستثمار الداخلي فما بالك في الخارجي. فاحنا بنقول لمتخذ القرار هذا الكلام او هذا القرار صدر في وقت غير مناسب نهائيا، واذا كان في عندك مشكله كان من المفترض ان تجمع كل مستورد البط وتقعد معاهم تقول لهم يا جماعه احنا عندنا مشكله في الجزئيه الفلانيه، اذا استطعنا ان احنا نقضي عليها احنا معاكم الى اخر المطاف، اذا ما استطعناش فانت عندكم مهله للتوفيق اوضاعكم لمده 3 شهور وبعد كده اذا ما وافقتوش اوضاعكم احنا ناخد القرار ده. ده الكلام بقى الناس اللوجيك اللي بتفهم واللي عندها راي صواب، لان عندي التزامات ملتزم مع الشركات، واستحاله اي شركه في العالم كله تعمل معاك لينك الا بمده محدده، لان انا بجمع البط بحطه في المخرجات لمده مثلا 32 يوم عشان تطلع كتكوت، يبقى انا لازم اعمل مرحله. افرض انا عندي قطيع 100,000 بط واحنا كلنا عاوزين المفروض ازود القطيع بتاعي ده يصل لمليون بط، لازم اعمل معاك عقود واقول الكلام ده هرميه في الشارع، وبناء عليه ان احنا في التزامات والالتزامات دي بتضر بالجانبين سواء الجانب الفرنسي او الجانب المصري، وبناء لابد ان احنا نرجع مره اخرى في القرار، واذا كان في اي خلل زي ما بقول اي خلل موجود يجب ان يتم الجلوس مع المستوردين ونقول الخلل في النقطه دي ينصلح ينرجع كذا.
يبقى ده الكلام الصح واللي انا اقتنع بيه وهم يقتنعوا بيه كمان. تمام. مميزات هذا النوع والناس بتقبل عليه ليه؟ لانه معدلات تحويله عاليه جدا، طعمه جميل جدا، فتره التربيه اقتصاديه لا تتعدى 60 يوم بتديني 4 5 كيلو، اما البط المحلي بتقعد 6 شهور عشان تديني 2 كيلو او 2 كيلو ونص. ففي وفره اقتصاديه من وراء المنظومه بالكامل. توفير لحوم كمان. توفير لحوم كمان. تمام. يعني خلينا او اخر سؤال فكره يعني احنا دلوقتي في مشكله. قرار صادر واحنا اخذنا ابعاده كلها. طب يعني وماذا بعد يعني؟ يعني بعد اللي احنا يعني خلينا نقول وزاره الزراعه مثلا فضلت على الفوقيه واللي هي فكره انا مش هغير القرار وفي ضرر، هل في سبل قانونيه؟ هل في سبل؟ هل في طرق ثانيه نقدر نتخذها؟ طبعا في سبل قانونيه. انا العقود اللي انا ماضي مع الشركات بالشروط الجزائيه انا هرفع بيها قضيه على الوزاره طبيعي يعني انا مش هدفع الفلوس دي لازم الوزاره تعوضني عشان اقدر اسد. وبعدين هو بيقول لك ايه ده انا هدخل اربعه بدل 33 او 30 ادخل 4. طب ما انت بتتكلم عن انفلونزا لو دخلت واحد بس زي 4 زي دخلت مليون زي 20 فهي البط غير حامل. ده هو عشان يقضوا على كده عشان يقضوا على الانفلونزا يكتروا من الاستيراد لانه تحت الكنترول. وبعد كده مرحله ثانيه لما البلد بخليها من الاوبئه وقف يا سيدي استيراد من بره. المستورد ده معروف كله عارف انا عشان اجيب البط ده من بره بيجي معاه شهاده صحيه وليه نمره فيها جميع التحصينات اللي ده حجر في المطار هنا. انت فاهمني يعني انت حاجه من بلادها وانت عامل عليها كنترول معاك شهاده. كل بيضه ليها نمره وليها بقول لك انت عامل عليها كنترول من بلدها مش مجرد دخولها هنا. تمام. يعني هي الطرق القانونيه هي اللي حضرتك هتلجأ ليها دلوقتي في مصر. هو في كذا طريق معلش احنا عايزين الطرق الثانيه. احنا اولا احنا قعدنا مع رئيس الغرفه كنا اجتمعنا وكتبنا مذكره نبعتها الى السيد رئيس مجلس الوزراء. تمام. بنشرح فيه ابعاد هذا القرار الخاطئ والظالم في آن واحد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين احنا من خلال الغرفة هنبعت للناس اللي اتخذوا القرار سواء جمال زازا او رئيس الهيئة العامة لخدمات المطارية ونعمل معاهم اجتماع فوري شخصين بياخدوا قرار على نتخذ القرارات رجوع في هذا الموضوع. اذ لم يتم الوصول من خلال الطريقين الاوليين يبقى هنضطر اسفين احنا نرفع قضايا بالعقود اللي قال عليها استاذ مجدي لان ده حقي انا ان انا انت فجأة اتخذت قرار ظالم عمل لي مشاكل كبيره جدا مش ليا انا بس ده لمصر نفسها يعني. ده لمصر نفسها مش للافراد ده لمصر بصفه عامه. انا عندي فجوة فانت النهارده بتعمل مشاكل كتير جدا. وبالنسبه احنا اوريدي سوري خدنا خطوات احنا بعتنا وكتبنا الكلام ده كله في مذكره بعتنا لرئاسه الجمهوريه. تمام. للرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا باسمه. وبعتنا لمجلس الوزراء وبعتنا لوزير الزراعه وبعتنا لرئيس الانتاج الحيواني وبعتنا لرئيس الهيئه. فاحنا خطبنا يعني جميع الاطراف المعنيه المنصب الرئيسي العربي. تمام. كنا سبعه جايين. كان ايه اهم الحاجات اللي ابرزتوها في التقارير؟ كل اللي احنا قلناه ده كله ده ذكرناه القرار وتداعياته حتى ارتفاع الاسعار الطفره اللي حصلت في خلال اليوم ده وتوقعاتنا للاسعار الفتره الجايه كله ده اتذكر. داخلين على رمضان. داخلين على المواسم طبعا. اتفضل يا سبحان. عايز اضيف معلومه صغيره بس هو البط ده ثقافته ايه في مصر؟ يعني ده حضرتك انا عندي 50 سنه والاخوه الزملاء يمكن اكبر مني. هل في واحد في 50 سنه او 60 سنه بتاعتنا دي اشترى بطه من سوبر ماركت؟ مفيش. نشتري الفراخ ممكن نشتري الديك روما ماشي. هو البطه من عند الفراخ بالظبط كده. هل معنى كده ان احنا بنحترم الثقافه الشعبي؟ هل معنى كده حضرتك ان بيجي شم النسيم كل سنه بيحصل فيه حالات تسمم؟ نلغي شم النسيم؟ نلغي الفسيخ؟ لا ما بيحصل برضه. طب ما ينفعش ان احنا نحارب البط عشان نفوز الطيور يبقى كده هنلغي رقابه في الشعب كامل. لا هو الكل شافنا عن فكره ان القرار يتسبب في خسائر ويطلع فجاه ثقافه ثقافه الشعب يا باشا. يعني اقول لك لو الفرق لو انت هتلغي الاستيراد فانت عندك المحلي وممكن تشتري بس مرات مفيش مشاكل. لكن البطه دي بتروح فين؟ يعني المتخذ القرار فين يدرس الاول الكيس دي البطه دي بتروح فين؟ احنا ممكن نخفف ان الامهات من نفس النوع ده هنستوردها حتى لو هننتج محلي. حتى لو هننتج محل الامهات هتيجي من نفس الدوله. دوله الانتاج المحلي مجبر تجيب منها مفيش قدامك غير المنافس لها اسرائيل. واسرائيل ما بتنتجش الا يمكن 5% من فرنسا واحنا عمرنا ما هننتج لو هنشحط من يعني اسرائيل. يعني انت كده كده لو فكره ان انت ما جبتش الصغير هتجيب الامهات يعني لازم تدخل امهات. طيب وبعدين هو في التصريح بتاعه هيدينا اربعه مزايا ما هيديني الكميه بتاعتي. وبعدين احنا قلنا في حل تاني ان ممكن
الفتره اللي فيها انفلونزا او في انفلونزا ممكن نهدي بيبقى لها فتره معينه شهور شهر احنا 12 واحد احنا طلعنا امبارح 12 واحد شهر احنا 12 واحد 12 بعد كده الدفع رايي القرار ده غلط هو القرار غلط طبعا لا ان انا اقول ان انا هدي انا عندي مشكله اسف جدا معلش انا ما فيش اسمع تاني انا راجل بلتزم بالاشتراطات انا راجل عندي ضوابط كل الشروط اللي تتم من خلالها العمل انا بلتزم بيها وبناء عليه مش اسمها عادي انا لو اديت بقى انا عندي لا انا هكتب بارادتي انا بس اه لكن لو قلت الكلام ده ما تقولش ما تقولش انا هكتب بظروف تشغيل انا يتم اتخاذها ضد الناس انتوا خططتوا كل الجهات وفي الطرق القانونيه هم دول الحاجتين اللي هتستخدموهم الفتره الجايه ممكن تعملوا تاني اللي بعد كده بقى الاثار الثانيه كل السريحه بتوعنا السريحة اللي بيحطوا بالقفص وبالكده دول بقى تنزل خالص يعني هنعمل ايه طيب ما هو صريح البط ده المرحله المباشره اللي قبل يعني مش عايزه للنشر يعني اللي قبل البط انت عارف يا اقول لحضرتك حاجه بعد اذن حضرتك انا عندي ضوابط انا منظومه متكامله بشتغل من خلال اليات انا بعد ما بحطم انا بودي مزارع المزارع التقليديه بتاعتها تسمين اللي هي 4 زي ما التراخيص بتاعتها طلعت لكن انا التحضير هو ال 30 مشكلتكم انتوا في ال 30 ايه سيبونا من كل الكلام ده الاول انا بجونا 90 بس انا بقول لي مشكلتي في ال 30 ايه يقول لي في المتر ما انا فاهم لا خلينا زي ما احنا 30 وعالميا 15 لان كان بيفرق انت مش عاجبك ال 30 30 ده 15 تسمين ال 15 تسمين متاكد في القرار عندي قرار عندي شهادات هناك هناك تسمين يا استاذ انا بتكلم على 15 17 لمده شهرين ده هم عندهم 38 تحضير كمان طيب انا بقول لك الجزئيه دي ما فيهاش اما ان انا اتكلم انا ما بديش حد انا ليا مزرعه بطلع للمزارع الاخرى اللي هي اللي بتسمن بيجي ياخد من عندي الكميات بعد الافراج النهائي بيسمن بعد ياخد يسمن وانا ببتدي اطهر واعقم المزرعه مره تانية من جديد وابتدي اعمل موافقه استيراديه وبعد ذلك اجيب على المزرعه فهي وهم بعد التسمين بيقوموا بالتسويه زي الفراخ البيضاء هو الفراخ البيضاء بتتسمن وبتتسوق في السوق ايه الحل هل الحل ان انا اقتل كل الصناعات دي وراح استورد اجزاء وهاكل من امريكا انا منطق وما انا مش عارف انا ده حاليا مطبوعه ازاي احنا شفت ايه حتى قلت تصحيح على يعني بنقول ما نعم بقى والنهارده بيفكروا فيه عشان يسدوا العجز طب ما انت عندك اوريدي صناعه اهي صناعه كتكوت بيجي بتدمرها ليه يعني بتدمرها في قيمه مضافه للاقتصاد القومي من 2 ل 3 مليار تضارب في الفكر تضارب في الفكر غير طبيعي يعني تضارب في الفكر انت بتقتل صناعه من كتكوت لغايه ما توصل تسمينه عشان تجيب حاجه متسمنه وتوزعها للشعب مين اللي هيكسب فئه قليله هما اللي هيكسبوا من ورا الموضوع ده الاباطره بتوع الدواجن والمراكب اللي بتيجي والقصص اللي بس لما تحددوا قولوا الاتحاد لان بيشدوا مجموعه من الاتحاد هم اللي عندهم المشكله دي مش بتوع الدواجن بتوع الدواجن عندك 70% من منظومه صغار مربين دول ناس غلابه زينا مش لاقيين ياكلوا لكن الاباطره بقى الاتحاد اللي قائمين على الاتحاد وحتى انا مش عاوز مش عاوزين ندخل اي طرف الطرف المنوط خلينا في مشكلتنا بص لمينا بالاستاذ عبد الرحمن استاذ عبد الرحمن مشكلتي الاساسيه مع قطاع الانتاج الحيواني ومع الهيئه العامه لخدمات البطاله دي الرئيسية انا مني اليوم بنتحرك معاهم لكن انا اي قطاع اخر مفروض ان انا راجل بقول بتوع البط دول عالم مش محترم ولازم يموتوا ولازم 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 انا متخذ ما اسمعهمش ده بضيل منظومه على مستوى الجمهوريه لو كل واحد زعلان من واحد وراح قال له الراجل ده وحش وروح متخذ قرار ضده يبقى احنا في فوضى مش في دوله ده فاللي احنا بنتكلم عليه احنا بنتكلم من خلال منظومه الدوله يبقى انا لما اتحرك اتحرك من خلال الصالح العام الصالح العام بيلزم مش بمزاجه غصب عن عينه ان لابد ان يرجع في هذا القرار مره اخرى للصالح العام وصالح المنظومه بصفه عامه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد واللي احنا كلنا شايفينها انا النهارده المواطن مش مستحمل نص جنيه زياده صحيح نص جنيه فده خلل موجود فاحنا عايزين نرجع تاني مره اخرى ومش عيب الرجوع للحق فضيله لابد يرجعوا واذا كان عنده اي خلل في المنظومه يقول لي والله انا عندي 1 2 3 وتعالى نقعد على الطاوله زي ما احنا قاعدين بنتناقش كلنا نناقش تلك المشكلات المتواجده ونجد لها حلول تتناسب مع كل الافراد المتواجده على الطاوله ده الكلام الصح تمام تمام انا كده لميت المشكله وفي اي اضافه عند اي حد من حضراتكم انت بقى قول لنا والله نرجو ان هم يرجعوا بسرعه على احنا داخلين بقى تحل ازاي احنا داخلين على داخلين على مؤتمر اقتصادي ونحاول نجمع المستثمرين في اوروبا والدول العربيه على قد ما نقدر النهارده انا كمستثمر اجنبي لما اسمع ان في قرار اتخذ بين يوم وليله بهذا الموضوع استحاله اجي افكر اعمل استثمار في مصر
اكيد اخاف على فلوسي. وفرنسا ديت يعني قائده الاتحاد الاوروبي يعني القرارات يعني لا واحنا في توافق بيننا وبين فرنسا النهارده بعد يعني بعد موضوع الاسلحه وبعد يعني في بنفتح الاجواء بيننا وبين فرنسا. المعدات الزراعيه المعدات الزراعيه تصلح المليون فدان يعني لسه كان الوزير بيتفق يعني على حاجات زراعيه. يعني احنا برضو لو الفرنسيين خدوا راينا او اتكلمنا بنعزز الحاجات دي بشغلنا مش بنعززه بالكلام بالتعاون بالتعاون بالظبط كده.